تحية الإسلام من القاف نبدي سلام يا العظام ومن يسمع باب الغاني في حفلة بن سحوات من طيب داعية من طوشكم من يجيبون اسماعي في حفل بن سحوات ومن طيب داعيه من روس قوم من يجيبون اسماني لا في ولد اسمه حال لحر طريق السب والنعم سنه غلام لا في ولد اسمه حال لحل طريق الساب قول النعم السر علاني سلي لابن سحوات في المجد راقيه بذروة سلام المجد بعد المثال سليل ابن سحوات والمجد راقيه بعلى سنام المجد بذروة سنام المجد بعلى مكاني أهل الكرم من أول الوقت تلي ريف على المكان من البعد عاني أهل الكرم من أول الوقت تالي ريف على اللي كان من بعد عاني ولا في استحواذ معنا ينفي هم تظل المجوب في كل الأزمان ويا لارك السحوات معناه مخفي أنتم هل المجوف في كل الأزمان وأنتم هل الفعل من كان يأتي وأنتم سحوي في المواقف روس إجعاني أنتم هل الفعل ومن كان يحمي وأنتم سحوي في المواقف الروس إجعاني ودعي القاسية في القوافي لملبيه يلزم حضور في جزيل المعاني وداعيك يا سيف القوافي ملبيه يلزم حضوري في جزيل المعاني يا شاعر بالشعر جزل معاني يا نجم يلي مدرس هيل اليماني يا شاعر بالشعر جزل معاني يا نجم يلي مدرس هيل اليماني وسيف القوافي عاش راس مسميه رسما على الحساب وممكن دار وسيف القوافي عاش راس مسميه غصبا على الحساب ومن كل داني ومن طاب وكلنا نفتخر فيه ومن طاب وكلنا نفتخر فيه نقص صحيح ولا يبى ترجماني وتمت ومن بالحضار كلنا حنين يا مرحبا بالضيف ومن كل داني